من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلي سامر خير أحمد، الخبير في الشؤون الأسيوية. سيد سامر، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن أريانات كانت معلقة على زيارة بلينكين إلى الصين لتحسين العلاقة بين البلدين، لكن أزمة المنطاد قد أفسدتها. هل يمكن تجاوز الأزمة أم أن العلاقات مرشحة للتصعيد بين البلدين؟ لا أعتقد أننا مع أزمة المنطاد دخلنا مرحلة جديدة في التنافس الأمريكي الصيني، بل الصراع الأمريكي الصيني. كنا نحن حتى يوم أمس في حالة من الشد والجذب بين الطرفين، من المناورات السياسية بين الطرفين، من فرض شروط وأمر واقع قبل الدخول في مفاوضات مباشرة بين الطرفين. اليوم مع أزمة المنطاد الصيني فعليا نحن دخلنا في حالة تشبه مرحلة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. اليوم العالم يعيش فعليا حالة حرب باردة بين الطرفين، لكن طبعا مع اختلاف التحالفات الدولية ومع اختلاف الطريقة التي يدير فيها خصم الولايات المتحدة هذه المعركة. كان الرئيس الصيني في مؤتمر 20 للحزب الشيوعي الصيني الذي انعقد في أكتوبر وأعاد انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم، كان قد حذر الولايات المتحدة من عقلية الحرب الباردة، وكان يريد أن يدفع الولايات المتحدة من أجل التفاهم، والصين تريد أن تمضي قدما في تطوير خططها الاقتصادية التي تستثمرها سياسيا من دون أن تثير غضب الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة طبعا تعتبر ذلك خطا لا يمكن تجاوزه، لأنه بالطبع يؤثر على شكل النظام العالمي القائم. الولايات المتحدة اليوم تعاملت مع أزمة المنطاد الصيني بعقلية الحرب الباردة فعلا، وأعتقد أنه اليوم العالم دخل مرحلة جديدة. أزمة المنطاد الصيني ستكون نقطة مفصلية في هذا الصراع الدولي الكبير. هل أزمة المنطاد تمنح أي ميزة أو ربما تعد فرصة حتى لو قصيرة الحياة للولايات المتحدة الأمريكية لممارسة مزيد من الضغوط أو النفوذ على بكين في العديد من القضايا التي لم يكن يتوقع لبلينكين أنه سيحدث فيها اختراقا أو يحصل على تنازلات عليها في بعض القضايا الرئيسية بين الدولتين؟ هو في الواقع بما أن الولايات المتحدة تتعامل مع المسألة بعقلية الحرب الباردة، والصين ستضطر أيضا للتعامل مع الموضوع بعقلية الحرب الباردة من طرفها في الفترة المقبلة. بما أن الولايات المتحدة تفعل ذلك فهي تستثمر كل شاردة وواردة، تستثمر كل صغيرة وكبيرة منذ بدأ الحديث عن قضية تايوان. يعني أصلا موضوع قضية تايوان لم يكن مطروحا من جانب الصين، إنما الولايات المتحدة أعادت تذكير بهذه القضية وأعادت إذكاء الخلاف بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان، والحديث عن أن الصين تريد أن تضم تايوان بالقوة العسكرية، ومن هنا بدأت كل هذه الصراعات. ومنذ تلك اللحظة حتى اليوم، نحن نتحدث نحن عن حوالي عام أو أقل قليلا، كانت الولايات المتحدة تستثمر كل صغيرة وكبيرة من أجل يعني إذكاء هذا الخلاف مع الصين. هو طبعا الغرض منه الضغط على الصين سياسيا من أجل وقف تصرفاتها التي من خلالها تستثمر نموها الاقتصادي الواسع لأغراض سياسية تستهدف شكل النظام العالمي القائم، وتستهدف أن تتحول الصين إلى دولة مؤثرة في النظام العالمي، وتنتقل بذلك العالم من نظام عالمي أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب. اليوم طبعا مع أزمة المنطاد الصيني الولايات المتحدة ستجد بيدها ورقة ضغط جديدة على الصين من أجل يعني حث الصين على التوقف عن خططها التي ترجمتها وصاغتها في خطة أو مبادرة الطريق والحزام، من أجل وقف هذه الطموحات الصينية والخشية، تتعامل بخشية وبحذر على خططها الاقتصادية التنموية التي هي بالنسبة للصين الملفات الأساسية قبل كل حديث عن الملفات السياسية والعسكرية بما في ذلك مسألة ضم تايوان. وزارة الخارجية الصينية قالت إن تحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة كان جراء أسباب قاهرة، واتهمت السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الوضع لتشويه سمعة الصين. هل في الأمر تقليل من خطورة الأمر وخطورة هذا التوتر، أم أن هذا أمر طبيعي ويثبت حقيقة الرواية الصينية؟ أعتقد أن الرواية الصينية ليست صحيحة. يعني ليس معقولا أن يعني يتم
إرسال مثل هذا الجسم لأغراض علمية وأنه ينحرف بسبب التيارات الهوائية. يعني أعتقد أن الرواية ليست متماسكة، ويعني هي رواية تقليدية جرى مثلها أيام الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. لكن على الطرف الآخر أيضا الولايات المتحدة تستعمل الموضوع، تعطيه أكبر من حجمه من أجل الضغط على الصين، لأنه طبعا التقديرات العسكرية التي يقول بها الخبراء الأمريكيين أنفسهم أن المنطاد لا يمكن أن يجلب معلومات للصين أكثر مما تجلبه الأقمار الصناعية. فالموضوع هو طبعا جزء من هذا التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وربما من يعني الضغط على كل طرف، يعني يضغط على الآخر. ربما الصين أرسلت هذا المنطاد لأسباب سياسية، لأسباب نفسية، لأسباب لها علاقة بتحذير الولايات المتحدة. والولايات المتحدة طبعا يعني تفهم هذا الموضوع بالتأكيد، يعني لا يمكن أن نفترض أن مثل هذا الجسم سوف يعبر السماء الولايات المتحدة بدون أن تنتبه له الأجهزة الأمنية الأمريكية. بالتأكيد الموضوع له علاقة بعملية الشد والجذب بين الطرفين، خصوصا في هذا التوقيت الذي كان ينتظر منه زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى الصين لبحث ملفات شائكة، منها ملفات سياسية ومنها ملفات تجارية أيضا. هل يعد اكتشاف أولا مسألة الإرسال ثم اكتشافه بعد 5 أيام، هو دار لأيام من عدة كانت ترصده الأجهزة الأمنية وفي الولايات المتحدة، هل هذا اختراقا أمنيا وعسكريا أرادت الصين أن ترسل به رسالة إلى الولايات المتحدة أو صورة تعكسها عن الولايات المتحدة؟ في الحقيقة لا يمكننا الجزم بأي سبب، لكن الموضوع إما أن يكون بسيط جدا كما تقول الرواية الصينية، وإما أن يكون يعني له مثل هذه الأبعاد النفسية و يعني الضغط السياسي وربما إثارة الرأي العام الأمريكي، لكن الموضوع ليس أكبر من ذلك. أما الحقيقة فهي بالتأكيد لدى الجانب الصيني، وتعودنا أنه عندما تكون الحقيقة لدى الجانب الصيني من الصعب الاعتراف بها ومن الصعب الوصول إليها بشكل مباشر. ربما علينا أن ننتظر قريبا، ربما يكون لدينا معلومات أكثر ونفهم لماذا قررت الصين إرسال مثل هذا الجسم الغريب فوق سماء الولايات المتحدة في مثل هذا التوقيت ويعني بهذه الطريقة الغريبة. إذن ما الذي يعكسه اعتذار الصين، وهو اعتبره البعض أنه أمر نادر أن تعتذر الصين عن أي أمر، بل وتعبر عن أسفها وتأمل في ألا تأخذ الأمور أكبر من حجمها وتعول على الدبلوماسية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة؟ هل هذا حرص حقيقي من الصين أم أن هي لا تريد أن لدائرة الصراع أن تتوسع أو تكبر؟ هو بالتأكيد كل من الصين والولايات المتحدة لا يريدان إشعال معركة عسكرية. لو كان أي من الطرفين يريد إشعال معركة عسكرية كان هناك مبررات كافية في الشهور الماضية لكل واحد من الطرفين. أولا عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة جزيرة تايوان كان هذا مبرر كافي للصين لإشعال معركة لو أرادت. وعندما نفذت القوات البحرية الصينية مناورات بالذخيرة الحية تجاوزت خط المنتصف الذي يفصل مضيق تايوان إلى جزئين بينها وبين جزيرة تايوان، كان هذا أيضا مبررا كافيا للقوات الأمريكية ولحلفائها في المنطقة لإشعال معركة عسكرية مع الصين. لكن من الواضح أن الطرفين لا يريدان إشعال معركة عسكرية، وإنما يريدان تبادل الضغط السياسي والدبلوماسي بينهما والاقتصادي أيضا. فالصين طبعا لا يمكنها إنكار أن هذا المنطاد صيني، فيعني هذا جزء من المناورات السياسية بين الطرفين أن ترسل هذا المنطاد ثم أن تعتذر عنه، والولايات المتحدة أن تبدي خشية كبيرة من هذا المنطاد رغم أنها تعرف أنه في الحقيقة لن يستطيع أن يقدم معلومات مهمة بالنسبة للاستخبارات الصينية.